موسم رمضان موسم الرياض، شنو في حفلات؟ وريني خلينا نشوف. في حفلات وفعاليات واشياء مره كثير، وتخيل اكثر واكثر. يوسف انت رحت بيت ماجد الخطوان؟ ما عليه طفيلها، اليوم ما قف فيهم الاسانسير، مسكينه شكلها لحم. فكني من سخافاتك ومبزرتك وجاوب السؤال، انت رحت بيت ماجد الخطوان؟ واذا راح وين المشكله؟ طبعا انت ما عندك اي مشكله، لان بمصلحتك. انت اللي من اول حطتهم براسك، ممكن تفهميني وجهه كل هذا الكره والحق؟ احنا اللي ظلمناهم بدل مره مليون مره، احنا سرقناهم وسجلنا جدهم ومات بسبتنا بالسجن. الله، ودافعين لهم بعد؟ خلاص بعتينا عشانه؟ يا أخي خلي عندك شوية كرامة، شوي، هذا إذا بقى منها شيء أصلاً. أنت اللي خلي عندك شوية عدل. إيه إيه، أنتوا سنتين كرامة وعدل، احترموا نفسكم، قولوا أخونا الكبير قاعد نحترمه نحشمه. أقول أنت اركد بس، قال نحترمه قال، أنت خليت فيها احترام، أنت عارف وش سويت؟ والله عاد أنا كيفي حر، أروح وين ما أبي. لا ما أنت بحر، إذا بتروح العدو أبوي ما أنت بحر. سعد والشولة أصلاً أشرح عليك، أنت ما تعرف الحرب اللي بيننا وبينهم، أنت حتى أبوك ما تعرفه. حور لزمي حدودك. أنت التزم حدودك، أنا ملتزمة فيها زين، لكن للأسف غيري مو ملتزمة بأي شيء. نسى الماضي اللي بيننا وبينهم، يا ما حاولوا يشوهون سمعتنا، يا ما اتهمونا ظلم، يا كثر ما قهروا أبوي، وأنتي أنتي بالذات كنت شاهدة على اللي سواه ماجد الخطوان بأمي الله يرحمها. أنا اللي شاهدة عليه شيء واحد وبس، أني من يوم أمي توفت وأنتي قاعدة تحاولين تأخذين مكانها قد ما تقدرين، حتى في كره للخطوان، بس حتى في هذه ما قدرتي. تدرين ليش؟ لأن الفرق بينك وبين أمي إن أنتي أخذت الكره هذا وراثة، وماجد لا يعرفك ولا شافك ولا حتى شالك من أرضك. أما أمي، ماجد كان يحبها. إي ماجد كان يحب أمي، وهذا سبب الحرب الأساسي بين عوائلنا. ماجد عمره ما نساها ولا حب غيرها، حبه لها ما اندفن معها، لا للحين عايش في قلبه، وهذا اللي مو بقادر ينساه. عرفت الحين الفرق بينك وبين أمك؟ أنت راح تبقين حور وجورية، ما في أحد بحياته راح يصير مثلها.